عرض مسرح الميدان في حيفا مسرحية الإرهابية على خشبته يوم الخميس المنصرم. تكلل العرض بحضور العشرات من أبناء الداخل الفلسطيني بمسرحية عرضت شكل الإرهابي على لسان كاتب إيطالي قام بتمثيلها كل من صبحي حصري، محمود مرة ولميس عمار. بالنسبة للمسرحية أنا بفكر أنه الحلو فيها أنها بتجيب موضوع جداً ملائم مع إيش عم بيصير اليوم. يعني دائما بنسمع بالأخبار حدا قتل، كل يوم ناس بتنطخ، محلات تتفجر، فإحنا جبنا هذا الإشي الموضوع وهاي البلبلة كلها حوالي الموضوع إنه مين هو هذا الإرهابي وهل هو موجود بيناتنا. تدور أحداث المسرحية على ثلاثة شخصيات تبحث بين بعضها البعض عن الإرهابي الحقيقي الذي قام بقتل رئيس بربادوس. ثلاثة شخصيات بأسماء غير عربية يقدمون نموذجاً آخر للإرهاب غير العربي غير المقتصر على الثقافة الواحدة. بالبداية بدي أنوه أنه النص هو نص تلياني كتب على للكاتب ألدو نيكولاي، وألدو نيكولاي في طبيعة كتاباته أو النصوص تاعته هي بتعتمد على كوميديا الأخطاء، إنه خطأ وبيجوا كمان خطأ ومنوحل وبنسيكون بدنا نحل مشكلة معينة ومنغرق بكمان مشكلة. فإحنا خلينا الأسماء الشخصيات هي نفسها أسماء تليانية، والإعداد هو نعمل في إعداد طبعاً ترجمة للغة عربية. المسرحية تعتمد على كوميديا الأخطاء مضحكة ساخرة من الواقع وتبحث عن الأسئلة كما تبحث عن الأجوبة. المسرحية من إخراج سيمون جولوكو وتصميم وتفعيل وإضاءة إياس ناطور لاقت إعجاب الحاضرين لما فيها من نموذج مختلف. روى حلق إحنا تي في. Thank you.